الفنان السعودي الشاب خالد الداحم انتهى أخيرا من تصوير فيلمه الجديد امتنان. يأتي هذا الفيلم بعد عمله على سلسلة متتابعة من الأفلام القصيرة اللي تطرق فيها لقضايا متنوعة بدأها قبل عامين. عشان نعرف أكثر عن الفيلم وفكرته يسعدنا أن يكون معنا أبطال الفيلم القصير امتنان خالد الداحم. هلا وسهلا بك يا خالد، وأيضا عطاف عبد الرحيم. هلا وسهلا بك يا عطاف. خلينا أبدأ معك يا خالد، كلمنا عن فكرة الفيلم امتنان، كيف جاتكم هذه الفكرة؟ أول شيء أنا سعيد بالاستضافة، وكل سنة وأنتم طيبين والمتابعين. وأنت طيب. وحنا من متابعينكم كثير البرنامج، الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا فيلم ابتزاز، فيلم قصير يتكلم عن الابتزاز بأسلوب مختلف. حاولنا أن احنا نتكلم عن الابتزاز، جبناها بطرح جديد لأن احنا عندنا أكثر من أعمال يعني اشتغلناها بهذه المواضيع. وطبعا هو من فكرة الأستاذ خالد العاشق وخارج طلال حملان، ما ننساهم، ذول أهم ناس طبعا. أكيد طبعا، كل التحية لهم. الله يعطيك العافية. طيب يعني إيش كنت بتسوي؟ وخصوصا أنت بحكم أنه أنت كنت بتستفزي الناس، وهتستفزي أصلا كل شخص هيشوف هذا الفيلم. كلميني شوية عن دورك عاطف. طبعا أول شيء كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. وشكرا على الاستضافة اللطيفة. طبعا زي ما أنتم عارفين الفترة الأخيرة كثرة القضايا الابتزاز من النساء ضد الرجال، فحبينا نعمل الفكرة بطريقة مبسطة نوصل للمتابع أنه هو يتخيل أنا كسائقة لو صار بيني وبينه علاقة ممكن راح أبتزه أكثر، وهذا شيء وارد يعني تصير أحيانا. فحبيت أني أمثلها بطريقة مبسطة نوصل للمتابع أنه ممكن تصير من المرأة الابتزاز ضد الرجل زي ما تصير العكس صحيح، من الرجل. فجاء شوي دورنا نبتزهم. يعني يمكن هل تشوفيها حقد يعني ردة دين يعني؟ ممكن نوعا أو ما. استقواء الاستقواء هذا أو أنه الشخص ممكن يبان الشر ده اللي كامن فيه، ممكن بيجي أو لما يبدأ يحس ويلاحظ نفسه آخذ أكبر من حجمه. أنا بتكلم بشكل عام بالنسبة لأي شخص لما يكون آخذ من فعلا ماخذ أو يحس بمسؤوليات كذا هي أصلا كبيرة مرة عليه وما يقدر إن هو يتصرف فيها ولا يعملها بشكل صحيح، ممكن تؤدي فيه إلى الشر ده، إلى الكمية صحيح. الهائلة من الحقد ده. صحيح، هو ممكن الإنسان يوصل لمرحلة الابتزاز بناء على ردة فعل ضغوط، مضطر مثلا مبالغ معينة مصاريف معينة، يصير يحاول أنه يجيب الفلوس أيا تكون وسيلة، حتى لو طريقة خاطئة، حتى لو طريقة خاطئة، حتى لو هو حتى لو من الجنس الناعم. يعني يمكن الناس ما يتوقع أنه ممكن بنت تكون عندها الجرأة أنها تبتز شاب، خصوصا في موضوع فلوس وغيره. يعني مضبوط صحيح. الحين كان الابتزاز من الشاب دائما للأنثى أكثر، ممكن ماديا، ممكن مثلا بالصور إلى آخره. إحنا ممكن أكثر ابتزازنا ماديا يكون، فشيء ألطف منهم كثير. طيب هو الابتزاز غلط في جميع الحالات بالضبط يعني. هو شيء غير قانوني يعني، احنا متفقين على انه غير قانوني. هو شيء غلط وانا ما اشجع. اكيد احنا بنسلط الضوء على هذه النقطه اكيد طبعا، يعني كنقطه جدا مهمه، وقد تكون موجوده تصرفات سلبيه وسيئه من بعض الاشخاص في المجتمع. خالد خلينا ارجع معك، كلمنا عن فريق العمل. طبعا هو فيلم قصير مدته تقريبا دقيقتين ونص، من فريق العمل وكيف تم الاختيار الممثلين اللي فيه؟ والله احنا اول شيء سعيدين بفريق العمل اللي معانا كل شخص مختص في مجاله. يعني معانا طبعا احنا من قبل التصوير يكون مرحله التحضير الفكره نفسها. وطبعا قبل التصوير يكون في بوفة الطاوله مع نفس المخرج والطاقم العمل كامل. طبعا من العمل احنا كل واحد مبدع في مجاله، يعني ما شاء الله كان معانا الأستاذ أحمد خليل ماجستير ما شاء الله في التصوير، كان معنا بذا العمل، وأيضا وحدة المونتاج والتلوين شركة إن فايف، طبعا هذه من حبايبنا في البحرين الله يعطيهم العافية، ناس ما شاء الله متخصصين في قضية المونتاج والجرافيكس هذه كاملة. فحنا بعض الناس يحسب أن الفيلم القصير أنه شيء قصير، بس الفيلم القصير فيه أشياء تفاصيل دقيقة طبعاً. يعني أنت تخيلي لما تسوي عمل قصير يكون في حبكة معينة كيف توصلها للمشاهد بأسلوب سريع جدا. وحنا يعني هدفنا من الأفلام القصيرة إن حنا ننزل منصات مثلا
تيك توك، اليوتيوب، المنصات السريعة هذه. لأن اليوم الناس يبغى مثل واحد جالس مثلا في دوامه مثلا في بريك مدة 5 دقائق 10 دقائق يبغى يشوف شيء قصير. فحنا هدفنا نبغى شيء بإيقاع سريع. وفي شيء مهم، حنا نبي نعرف الناس إيش يحبون فيه. يعني أنا لما أشتغل الأفلام القصيرة بيكون عندي مواضيع كثيرة، بعرف تلقي الجمهور إيش اللي يجذب الجمهور. هل الجمهور مثلا يحب الدراما، يحب الشيء العاطفي؟ حتى أنت ككاتب وكمخرج كفريق مقياسك مين؟ الجمهور. فلما أنت تنزل في أعمال مختلفة، حنا طبعا اشتغلنا مجموعة من الأفلام القصيرة المختلفة، كان عندنا بيوم الأم، مواضيع مختلفة جدا. حلو، تكلمتوا عن كذا قضية. عن كذا قضية. فهذه تعطيك شيء، تعرف الناس إيش يبغون. وتعرف التواصل الاجتماعي، اليوتيوب وتويتر والتيك توك، يعطيك التعليقات لايف. الواحد ما يعرفك فيعلق فيك وتعرف إيش يبغى يعني. صح. طب خليني أسألك عن حاجة مهمة. يمكن تذكرت منصات، وهذه أغلب المنصات يعني اليوتيوب والتيك توك وهذه كلها يعني أبليكيشنات معينة. بس لو نجي نتكلم على منصة كمان قوية أو بدأت تنزل أفلام قصيرة كثير، نتفلكس. ليه مثلا ما تستعين فيها أيضا لعرض العمل هذا؟ نتفليكس يعني مرحلة كل فنان يكون فيها، لأن الحمد لله حنا متخصصين في مجالنا. أنا طبعا دارس في المعهد العالي في المسرح والسينما في تونس، ما شاء الله عليك، مهتمين جدا. فحنا نبغى لما ننزل على نتفليكس نحتاج إلى دعم قوي، عشان حنا نكون متواجدين في يعني اليوم النتفليكس يحتاج دعم قوي، ويحتاج يعني بنية تحتية قوية ومادية عشان نقدر نشتغل. وإن شاء الله هي خطوات يعني حبة حبة لما تزين الأمور إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. عطاف، خليني أرجع لك ودورك في هذا الفيلم القصير. كنت ظاهرة فيه إنك كابتن بتسوق سيارة. صحيح. وكنت ملتزمة بالحجاب الكامل والنقاب وكذا. صحيح. ليش اخترتوا انه الشخصية تطلع بالشكل ده، اللي هو الشكل اللي متعارف انه الشخصية متدينة بريئة ملتزمة، فمعناته ما يظهر منها هذا دليل أي شيء. انه مو كل احد كده سطحي، او مثلا شكلك السطحي يدل على انه انت ايش جواتك بالضبط. كيف اثر هذا الدور في الفيلم؟ كيف اثر هذا الدور او هذه الشخصية في الفيلم تحديدا؟ طبعا دائما المجتمع يحب دور او الشخصية تجذب لما تكون محافظة منقبة أو محجبة. أي نعم أنا مو محجبة، بس حبيت أني أظهر بالشكل هذا. ممكن كقائدة تطلع أحلى هي ومتحجبة أو متنقبة، أتوقع أكثر وأفضل. يعني أنا أحيانا يجيني أكثرهم تيجي يا منقبة يا محجبة. مزبوط. وهذا شيء حلو، حتى أنت تحسي بأريحية لما تطلعي مع واحدة كذا، تحسين مرتاحة. وبرضو حلو أنه بما أني أنا مبتزة ما يكون ظاهر وجهي للشخص اللي قاعدة أبتزه. مزبوط كلام. أحس أنه بالعكس عطت لفتة جميلة شريرة. يس. أنت مرة شريرة. لا حلو، أنا أبغى أطلع بالنقاب عشان أبغى أبتز هذا الشخص ما يزعن في وجهي. التفكير هذا ترى مرة كويس، كذا أنت رح توصلي لقلوب الناس ترى بشكل مرة كبير إذا أنت بتفكري بذي الطريقة. وبتفكري إيش ممكن الشيء اللي أنت يشدك في الأداء أو أداء الممثل رح تسويه، وهذا دليل نجاح يعني. هو دائما سبحان الله لما أنت تمثلين بعفوية أكثر توصلين لقلوب المشاهدين أكثر. وبرضو كلمة كنتي أعطيتي، أنا أحب أضم صوتي لأخوي خالد، أنه للأمانة العمل تواصلوا معي من قبل شهر، أنا أشكرهم جزيل الشكر، كانوا جدا حريصين على أدق التفاصيل، كل شيء كانوا جدا كويسين فيه، من ميك اب، من تحضير، من لبسنا، كانوا حريصين على كل بوينت فيه. فلذلك أنا أعتبره هذا، أنا كل فخر أعتبره من أفضل الأعمال اللي اشتغلتها، وأنا أشكرهم أنه كنت جزء من هذا العمل. جميل. معروف أنه الأفلام القصيرة في الغالب تسلط الضوء على قضايا اجتماعية إنسانية، حالات إنسانية مثلا في حالات النزاع، في يعني مناطق النزاع، مناطق الحروب. وهذه الأفلام تشارك في مهرجانات عالمية، لها مهرجاناتها الخاصة ولها مشاركات جدا. صحيح. قوية. فهل عندكم منية أنكم تشاركوا في مهرجانات دولية مثلا بهذا الفيلم؟ والله عندنا إن شاء الله يعني في خطة. احنا قبل كان عندنا عمل في فيلم حياتين، انعرض باليوم العالمي للمعاقين بجامعة الملك سعود وفاز بجائزة التميز في الأرض. حلو. كان في فيلم ثاني طبعا مو من إنتاج المجموعة حقت تو كريتيف، كان في فيلم أنا من بطولتي، حتى ما شاء الله انتشر بالتواصل الاجتماعي بالتوك توك، يعني فيلم يتكلم عن قصاص جائزة الأميرة سيتا. يتكلم عن قضية اجتماعية.
قصة حقيقية للأميرة سيتة الله يغفر لها ويتغمدها الجنة، إنها واحد كان محكوم على قصاص، فهي جو عفو يعني دفعت الدية وجو عفو، فحنا مثلناها حتى اني انا مثلت يعني في السجن، وفي احداث قويه ونعرض طبعا فندق المملكه الفور سيزن عند الامير فيصل بن بندر، عند وزير العمل، عند الامراء كانوا موجودين، يعني شافوا مجموعه كبيره، فهو انعرض في المهرجان. حلو. فنزلته انا على التيك توك، طبعا يعني انا انصدمت رده فعل، يعني مشاهدات 3 مليون يعني مقاطع منه وانتشرت، يعني حتى يعني ميزه التيك توك انه اليوم في مقطع مثلا 20 ثانية 30 ثانية ياخذون منه الناس ينشرون مثلا من اغاني حن الغريب رجع لاهله، لانه هو كان محكوم على قصاص في شيء يعني قابل امه فينزل راسه ويسلم على امه، فانتشر انتشار عجيب. يعني انا ما توقعت انه بينتشر كذا، خصوصا انه اليوم بالتيك توك التيك توك طبعا هو 20 ثانية او 30 ثانية وينتشر على طول، فتفاجأت انا من ردة الفعل. يعني هذا الشيء يعلمنا حنا ان حنا ايش نسوي، يعني ايش الناس يحتاجون اكثر. صحيح. من الناحيه هذه. جميل. طب ما بالنسبه للمهرجانات العالميه، يعني يمكن من اكثر الاشياء اللي الان احنا شايفينها وملاحظينها انه الحمد لله في شغل ومجهود جبار مره على شباب المملكه ان هم يقدروا يعني يخرجوا مواهبهم بشكل مره احسن للعالم ككل. خلينا نتكلم تحديدا عن السينما والممثلين، صناعة السينما السعودية يعني لسه احنا بنحاول، احنا نبغى، احنا ايوه في بداية الطريق، ولكن ما زال هناك شيء ما، يعني في شيء ناقص. ايش الشيء الناقص؟ كيف الكوادر اصلا السعودية اللي موجودة حواليك ممكن تطلع انت وهي سوا على اساس توصلوا مهرجان عالمي زي كذا؟ هو شوف المهرجانات العالمية احنا لازم نشوف المهرجان ايش يعني ايش يتكلم عنه. دائما بالاعمال القصيره لازم النص، الكيمياء النص ايش يكون. نعم. ايش هدفك انت من النص اللي تقدمه؟ كيف انت توصل لغتك للعالم؟ يعني دائما الاعمال اللي تتكلم عن الواقعيه دائما نجحت. الان المسلسلات المصريه يعني بعضها يعني زي مسلسل طاش مطاش مثلا، ليش يعني انتشر قوي؟ المسلسلات السعوديه بعضها لانها تتكلم على شيء واقع المجتمع عن السعودي، واقعنا وبساطتنا. نعم. فدائما انا اقول للشباب إذا حنا نبغى نسوي شيء مثلا عالمي لازم نتكلم شيء هويتنا. مظبوط. لازم أنا أجيب نفسي كيف أنا في البيت، كيف أنا أتعامل مع الأهل، كيف يعني وضعي مع المجتمع. يعني حنا مثلا تكلمنا مثلا على امتنان مثلا المحجبة، هل أنا لما أتكلم على المحجبة على فيلم امتنان واحدة متحجبة هل أنا قاعد أسيء للمتحجبة؟ لا، أنا قاعد أتكلم على قصة ثقافة موجودة عندنا. صحيح. يعني مثلا واحدة مثلا متحجبة واحدة غير متحجبة تبتز، اي احد ممكن يبتسم، فلازم يعني تتكلم عن القضيه نفسها. مظبوط كلامك. يعني بعيدا عن الفكره مو في الشكل السطحي اللي انت على طول اول ما تشوف القضيه او الفيلم هذا على طول يجي في بالك، لا، الفكره في القضيه نفسها اللي يناقشها الفيلم. نعم. بيناقشها الفيلم. لازم يعني السينما دائما والاعمال لازم كل ما صارت بسيطه وكل ما كانت صادقه توصل للناس. صح. اليوم انا لما امثل شخص مثلا معاق ولا شخص أعمى ولا شخص أي شخص، أنا لازم أعرف الكيمياء حقت الشخصية نفسها. حتى الكاتب دائما لما يكون مخلص في عمله، لما يعني دائما يقول الشيء اللي في القلب يوصل للقلب يعني على طول. وإن شاء الله أنه يعني الله يفتح لنا يعني باب يعني من ذا الأبواب إن شاء الله، ويسهل أمورنا ويفتح علينا وعليكم. أكيد. وعطاف على فكرة قامت تشوف نفسها علينا الآن. أنا قاعد أتفرج عليكم أنتم وعطاف. إحنا بنتفرج على البرومو. أنا قاعد أتفرج على البرومو الآن، قاعد يعرض البرومو وقاعدة أشوف أشياء كذا. أنت فكيتي نقاب في العمل؟ إي. فكيتي كان عشان اوريه انه انا نفسي اللي انت تعرفها. اوكي. فكان لازم اني ارفع ويشوف وجهي. انت بتخططي انت قاعده. انا قاعده اخطط على البارد. لانه هي في اكثر من خطه، هي قاعده تسوق. طبعا في نقطه مهمه انا لازم اقولها، اسمحي لي عطاف. عطاف يوم تواصلنا معاها قلنا لها تعرفين تسوقين؟ قالت انا اعرف اسوق، انا ما شاء الله سواقه كابتن. فيوم جينا لا اذا رح تقول ما استني تسوق رجاء وهو نعلمك ايش اللي صار، انت ما تدرون ايش اللي عطاف. قالت انا اعرف اسوق. قلنا ما شاء الله عليه. درك الطاره. اخذنا اللقطات، طبعا في بعض اللقطات كلوزات الاشياء واقفه، فاخذنا لقطه من بعيد، ميديم مثلا من بعيد، والاشياء تمشي. المصور طبعا احمد خليل قاعد فوق الكبوت يصور، الا فوق رجله تعبانه. اه مسكين. يعني وجدته اصابه خفيفه الحمد لله عدت.
طب كويس ما كملتي، كويس انه انت يعني كملتي على المصور اندعس الرجال. والله ابغى المصور انا ما دعست، انا هو قال لي كات فانا تحمست ودعست في رامل بضمير وهو رجله وصلت الحاره، الصوت صراحه وصل الحاره. بس دائما الاعمال لابد يكون فيها مشاكل، يعني دائما كل عمل معين لازم، مثل ما انتم يعني تعانون مع ما في تكييفات مع ذا الجو يعني الله يكون بعونكم، فلا بد شيء طبيعي هذا يعني. انت الان تعاني مع الجو؟ لا لا الان كويس، احنا بعز الشمس نطلع نصور، انتم ما شاء الله جالسين هنا يعني اخف منا يديكم العافيه. الله يعافيكم. اضاء اخف من اضاء. خالد خليني اسالك، يعني طبعا اكيد هذه التجربه وليك تجارب سابقه يعني اثرتك اكيد واثريتنا فيها، ولكن ايش طموحك وايش مخططاتك في المستقبل على صعيد التمثيل وانتاج الافلام خلينا نقول؟ والله ان شاء الله احنا هدفنا ننتج افلام طويله. طبعا انا جزء من الفريق اللي عندنا تو كريتيف، انا جزء لا يتجزا منهم، المجموعه الله يعطيهم العافيه تو كريتيف هم اللي مختصين يعني بالمجال، هم اللي يدعموني انا شخصيا. ان شاء الله ان نطلع بافلام طويله يعني الله يوفقنا، يعني ندخل منصات يعني زي نتفليكس وكذا. بس ما تبغى تنتقل الى مثلا، يعني بنشوف مواهب كثير شابه مسلسلات الان في التلفزيون. اشتغلت انا مسلسلات كان 2017 مع المخرج الله يغفر له ويتغمد الجنه عبد الخالق الغانم، هذا قيمه ومدرسه فنيه استاذ طبعا، يعني تعلمنا منه الكثير. كان في مسلسل سناب شاف مع الفنانه ليلى سلمان الله يعطيها الصحة العافية وجنات الرهيدي كانت يعني في حلقة طلعت فيها بطولة، واشتغلت في مجموعة من المسلسلات كذا. إن شاء الله أنه يعني ليش لا، دائما النص الكويس العمل ده، بالعكس احنا نبغى نطلع يعني في المسلسلات طلعنا فيها ليش لا، يعني إن شاء الله الله يوفقنا ونطلع بأعمال تكون حلوة، أهم شيء أنه شيء يتناسب معانا، لأن اليوم الثوب إذا ما كان على مقاس الشخص ما يقدر، فدائما نبي نطلع بشيء يناسبنا حنا يعني. طبعا احنا اكيد نتمنى لكم كل التوفيق. عطاف بس قبل لا انهي لقائي معاكم او لقائنا معاكم، ايش حابه توجهي كلمه اخيره؟ وخليني اسالك كمان الافلام الطويله هل ان شاء الله راح نلاقي لك عمل؟ طبعا اتمنى. انا شاركت مع الاستاذ خالد وكان لي مشاركات برضو مع خلاط، وما ادري ليش دائما عطيني دور الشرير اللي تهز. حسيت انا دائما عطيني شريره مره، ابرع بالشر وتخططي كمان ابرع بالشر. طبعا وشاركت بمسلسل بس للاسف ما تم عرضه، وان شاء الله ممكن القدام يعرض. وشاركت بالعديد من الاعلانات. حلو. وانا سعيده بكوني جزء من الاعلانات والمسلسلات والافلام القصيره. طبعا اذا اتمنى ان يكون لي دور اساسي بطوله ان شاء الله قريبا باذن الله. كل التوفيق لكم. الله يعطيكم العافيه. شكرا على الاستضافه مطروح الجميله، انا حسيت اني جالس في صاله بيتنا. شايف كيف احنا لطيفين يعني جدا يعني. لو الدنيا مو حره كنت هديك شوكولاته. الله يعطيكم العافيه. ناكل شوكولاته سايحه يعني. لا لذيذ شوكولاتتنا اليوم هديكم ان شاء الله. من جد من جد شكرا لتواجدكم معنا، انتم فعلا من الاشخاص المره قريبه من القلب، والكلام معاكم والنقاش معاكم لذيذ، فاكيد هذا العمل هيكون قريب من قلوب كثير من الناس وراح يوصل باذن الله للناس. كل الشكر لكم على الاستضافه اللطيفه، سعدنا ان موجودين معاكم. نورتونا. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم بعد الفاصل باقي فقراتنا لليوم، هنتابع. العلاج النفسي في ظل الوعظ الديني، هل اصبح حيله بعض المعالجين لاخفاء ضعفهم العلمي؟